السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن كيفيه عمل تصميم لترس، ماشي؟ والمقصود بقصه تصميم ترس ان انا مثلا اختار له مقاس، اختار له خامه، اختار له اقصى حمل يقدر ينقله زي اي عمليه تصميم في الدنيا لاي جزء يعني، ماشي؟ طيب قبل ما اخش بقى في تفاصيل عمليه التصميم دي، تعالى بس نراجع كده مع بعض على انواع الدروس وشكلها والانواع اللي انت هتتعرض لها المفترض في الكورس يعني، ونشوف بعد كده هنتكلم على عمليه التصميم. طيب لو جينا صنفنا هنا الدروس بشكل عام على حسب شكلها، عاده تنقسم الى ايه؟ جزئين او نوعين، اما انه يكون سبير جير او انه يكون بيفل جير. السبير نفسه تقدر تقسمه الى شكلين، اما ان تكون السنه بتاعتك ستريت ساعتها الترس اسمه ستريت سبير جير، او هيليكال ساعتها الترس اسمه هيليكال سبير جير. في بعض الاحيان بنسمي الستريت سبير جير سبير جير على طول، ماشي؟ وهنشوف الفرق دلوقتي ما بين انواع وشكل اشكال الانواع وبعضها. وساعات بسمي الهيليكال سبير جير هيليكال جير على طول عشان تبقى برضو ايه فهمت المسمى ده لو قابلك فهمت يعني. والبيفل جير اسمه ايه؟ بيفل جير على طول. طيب بالنسبه للسبير، البدايه واحده، بيكون عندك ديسك بالمنظر ده، والديسك ده بتفتح عليه اسنان. طبعا الديسك ده بيبقى متقوب بحيث ان انت تعرف تركب عليه عمود. طيب وبتبدا تفتح على الديسك ده على المحيط بتاعه اسنان، على حسب بقى شكل الاسنان بالنسبه لمحور الترس او محور الديسك هتحدد لك هو ستريت ولا هيك. يبقى لو كانت الاسنان بتاعتك اللي انت فتحتها بالمنظر ده يعني موازيه للمحور بتاع الترس، ساعتها الترس ده اسمه ستريت سبير جير. لو نفس الديسك اهو وادي الثقب بتاعه وادي محوره فتحتها بميل، يبقى ساعتها الاسنان دي اصبحت هيليكال والترس ده اسمه هيليكال سبير جير، ماشي؟ ده ساعات على طول او ممكن نسميه سبير جير على طول، وده ممكن نسميه هيليكال جير على طول، ماشي؟ طيب بالنسبه للبيفل بقى يا باشا، قال لك ان انت لو عندك هرم القاعده بتاعته ايه؟ دائريه بالمنظر ده، تيجي تقطع حته من البيز كده وده خلاص اصبحت هواء ما بقاش موجوده، مش عاوز دي بدايه الترس يعني، ماشي؟ وجيت فتحت انت الاسنان بتاعت الترس ده بطريقه بحيث ان هي اصلا تشاور على ايه؟ على راس الهرم الاصليه، ساعتها ده اسمه ايه؟ بيبل جير، ماشي؟ طيب الاختلاف الرئيسي ما بين كل نوع من الثاني، السبير والهيليكال الاثنين دول الفانكشن بتاعتهم واحده، ان انت بيكون عندك عمود وراكب عليه ترس، والترس ده متعشق مع ترس تاني على عمود تاني بالمنظر ده، خلاص؟ وزي ما انت شايف كده الحاله دي المحاور بتاعت الاعمده اللي انت بتنقل منها ما بينهم الحركه متوازيه، خلاص؟ الاثنين دول بيقوموا بنفس الايه؟ الفانكشن، بغض النظر بقى عن الاسنان متوازيه مع المحور ولا واخده زاويه. يعني بغض النظر عن الترس ده سبير او ايه؟ او هيليك، ماشي؟ يبقى هنا السبير والهيليك او الستريت سبير والهيليك سبير مالهم؟ بينقلوا حركه ما بين اعمده متوازيه، ما بين بارلل شافتس. حلو؟ طب البيفل؟ لا، البيفل لا. لو قلنا مثلا عادي بيفل جير بالمنظر ده ومتعشق مع بيفل جير تاني، قال لك لا ده بينقل حركه ما بين محاور متقطعه، يبقى ليه عمود راكب عليه بيفل جير وعمود تاني راكب عليه بيفل جير، والعمودين دول المحاور بتاعتهم مالها متقطعه. intersecting shafts. يبقى دي الفانكشن او ده الاختلاف الرئيسي ما بين النوعين دول والنوع ده. اوكي؟ طبعا ده ليه ادفانتجز على ده وده ليه ادفانتجز على ده وهكذا، ولكن ده الاختلاف الايه؟ اللي مهم بالنسبه لي دلوقتي انت تبقى عارفه يعني. ماشي؟ طيب زي ما انت شايف كده المفترض ان انت لو الترس راكب مع ترس او هنا مثلا الترس راكب مع ترس، هدفك ان انت تنقل ايه؟ باور في الاخر او في الاول. هدف رئيسي من اهداف الدروس ان هي باور ترانسميشن الالت، يعني بتنقل من خلالهم ايه؟ باور من مكان للتاني، من شافت لشافت. اوكي؟ طيب وعلشان تعمل الكلام ده لازم تكون على طول في ترسين متعشقين في بعض، ومعنى كلمه تعشيق يعني ماشي، يعني ممكن التعشيق او 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 او, أو الم...
ماشينج بيبقى عاده نوعين او شكلين خلاص، اما ان يكون التعشيق بتاعك خارجي اللي هو بالمنظر ده بيسمى اكسترنال ماشينج، او ممكن يكون التعشيق ده ماله انترنال او داخلي بيسمى انترنال ماشينج. طيب في نقطه بس قبل ما اتكلم عن قصه الماشينج احب افكرك بيها او احب اعرفها لو انت مش عارفها، عايز اتكلم شويه عن سنه الايه الترس بغض النظر عن النوع، السنه واحده في الثلاث انواع انت المفروض تتعرض له. السنه بيبقى ليها شكل مخصوص كده اوكي، وليكن مثلا حاجه بالمنظر ده، ليها قمه، ليها قمه بالمنظر ده وليها قاع، القمه دي بتبقى رسمه دايره على الترس والقاع هكذا، وفي دايره وهميه في مش هقول في النص، هي بتبقى مرميه لبره شويه يعني هي مش بتقسم ارتفاع السنه نصين، لا هي الدايره دي الوهميه دي بتبقى مرميه لبره شويه ماشي ناحيه القمه بتاعت السنه. الدايره اللي بره بتتسمى ادندم، الدايره اللي جوه بتتسمى ديدندم، والدايره الوهميه دي بتتسمى بيتش سيركل. دي تهمني ليه؟ لان لما اقول لك الترس ده او ترس معين ليه قطر معين يبقى اقصد دايره البيتش قطرها كذا. يعني لو اخدت من المركز بتاع الترس لحد الدايره دي سهم وعاوز اديله مقاس او اديله قطر، عايز ادي الدايره دي قطر، ساعتها الـ الـ القطر ده بسميه بيتش سيركل دايامتر او بي سي دي ماشي كده؟ طيب طبعا السنه دي لازم تكون نفس منظر السنه اللي اتعشق معاها، لو اتعشقت بالمنظر ده كده اوكي يبقى لازم السنه دي تكون واخده نفس الايه؟ المنظر بتاع السنه الثانيه. اوكي؟ طيب كتعشيق بقى او قبل برضه ما اقول تعشيق معلش انا بعبر لما باجي ارسم سكيماتيك لتروس بعبر عن التروس بايه او ازاي؟ بدوائر. يبقى لما اقول لك ادي ترس بعبر عنه بدايره، وهنا القطر بتاع الدايره دي تمثل اني قطر ده كله؟ ما هو الادندم ليه قطر والديدندم ليها قطر والبيتش سيركل ليها قطر، انا اقصد ايه لما اقول لك قطر ترس؟ اقصد بيتش سيركل دايمتر او بي سي دي، ولما ارسم دايره بتمثل لي اني قطر؟ بتمثل لي البي سي دي. واضح؟ طيب يبقى دي ترس وادي ترس تاني، يعني هنا في من المنظر ده ان في ليها دايمتر وده دايمتر اكبر منه صح؟ طيب الدايرتين واخدين او الترسين واخدين وضع بالمنظر ده يعني حصل ايه؟ تلامس، او دايره البيت سيركل هنا ودايره البيت سيركل هنا بيمسوا بعض خارجيا، يعني يبقى الماشين ده اسمه ايه؟ اكسترنال ماشين. لو تم الماشين بالمنظر ده وليكن يبقى ادي مركز ترس ودي مركز ترس تاني خلاص بيمسوا بعض داخليا، يبقى ساعتها ده اسمه ايه؟ انترنال ماشين. واضحه؟ طيب زي ما قلنا من شويه هدف رئيسي من اهداف الدروس ان انت بتستخدمها في انك بتنقل الباور من مكان للتاني جوه مكان خلاص، في حته اسمها جير بوكس او صندوق التروس يعني خلاص تمام. طيب بتعمل الكلام ده في بعض الاحيان بتغير الايه؟ السرعات. بمعنى ان انت دلوقتي تعالى نفترض مثلا عندك ترسين وادي دايره وادي دايره، والتعشيق اللي بالمنظر ده اتفقنا شكله ايه؟ اسمه اكسترنال ماشينج. حلو؟ في ترس هنا بيلف متعشق اسنانه مع ترس تاني هيجبره ان هو يحصل له ايه؟ يلف. طيب لو الاقطار ما بين ترسين متعشقين مع بعض اختلفوا لازم ساعتها يحصل تغير في السرعات، يعني ده هيبقى ليه سرعه وده هيبقى ليه سرعه. ماشي؟ تعالى مثلا ندي رمز، تعالى نقول ده ترس واحد وده ترس اثنين، هيبقى ده ليه سرعه دورانيه هسميها ان واحد، والان دي اليونت بتاعتها هتكون ريفوليوشن بير مينت او لفه في الدقيقه، ودي هتلف بسرعه دورانيه ايه؟ ان 2 برضه نفس القصه ار بي ام ماشي كده؟ طيب اكسترنال ماشين هيتسبب في ايه؟ في حدوث حركه دورانيه عكس بعض زي ما انت شايف، ده بيلف كلوك وايز ده هيلف ايه؟ كاونتر كلوك وايز. دي اول حاجه. تاني حاجه اختلاف في السرعات هيحصل بسبب اختلاف في الايه؟ في الاقطار، وده اللي احنا بنسميه سبيد ريشيو. يبقى دي نقطه مهمه قوي، حاجه اسمها سبيد ريشيو مهمه قوي تبقى عارفها. السبيد ريشيو بنديها رمز يو، وبتساوي ان 1 على ان 2 خلاص. طيب مين سرعتها تبقى اكبر عاده او مش عاده على طول؟ بيبقى ايه؟ الترس اللي قطره اصغر بتبقى سرعته الدورانيه اعلى، والترس اللي قطره اكبر بتبقى سرعته الدورانيه اقل.
ماشي؟ فانت السبيد ريشيو دي لو قسمت الرقم الكبير على الرقم الصغير طبيعي هتطلع الرقم ده بايه؟ اكبر من واحد، ماشي؟ طيب انما القاعده العامه للسبيد ريشيو بتقول الانبوت على الاوتبوت، يبقى معنى الكلام ان انت مدخل الحركه من هنا وهتخرج لك من هنا. مدخل الحركه من واحد وهتخرج لك من اثنين، يعني الانبوت بتاعك واحد والاوتبوت بتاعك ايه؟ اثنين، ماشي؟ طيب ده بالنسبه للسرعات، طب ايه علاقه السرعات بالاقدار؟ بتساوي مقلوب السرعات دي 2 على دي 1. طب في اي حاجه ثانيه داخله في الموضوع؟ اه، قال لك ان هي كمان ايه؟ الطول، الطول نفس القصه دي 2 على دي 1. وكمان عدد الاسنان هنرمز لها بزد، عدد اسنان الترس. يعني في كام سنه على المحيط بتاع الترس؟ يبقى زد 2 على زد 1. ماشي؟ طيب في نقطه مهمه، عاده الترس الصغير بنطلق عليه اسم بينيون. اسم بينيون. والقطر او الترس الكبير بنسميه عاده ايه؟ دير. فنقدر نشيل الايه؟ الرموز دي ونخليها ان بينيون على ان جير. مقلوبها يبقى دي جير على دي بينيون. وتي جير على تي بينيون وزد جير على زد بينيون. ماشي؟ دي مهمه جدا. ماشي؟ خلاص؟ ماشي. طيب في نقطه كمان مهمه، المسافه دلوقتي ما بين المركز للمركز تقدر تستنتج لي هي بتساوي ايه؟ هتقول لي اه، هتساوي نص قطر واحد زائد نص قطر اثنين، او السي لو جينا نعرف السي سنتر ديستنس، يعني السي هتساوي ايه؟ نص قطر البينيون زائد نص قطر الجير، ماشي؟ او ار بينيون زائد ار دي سي. طبعا الحاله دي ممكن تختلف لو التعشيم بتاعك مش خارجي داخلي، بمعنى ان انت عندك مثلا ادي ترس اسنانه داخليه، ماشي، وادي ترس اسنانه خارجيه متعشقين مع بعض عملوا انترنال ميشي، ده مركز الترس اللي اسنانه داخليه وده مركز الترس اللي اسنانه خارجيه متعشقين مع بعض. المنظر فين السنتر ديستنس دلوقتي؟ اهي من هنا لهنا، ادي السي. السي دلوقتي هتساوي ايه؟ الترس الكبير اطرح منه الترس الصغير، يعني ار جير ماينس ار بينيون. خلي بالك من النقطه دي قوي. طيب عاده لما بتعطل في اي دايمنشنز او في اي بارامترز في الدروس وانت شغال في المساله بتاعتك، الجا للقانون ده والقانون ده مع بعض. على طول حط ده في دماغك، بحيث ان انت لو ناقصك عدد اسنان، سرعه، قطر الى اخره، حط ده في دماغك وده في دماغك، واحد واحد، على حسب طبعا ايه؟ المنظر ده. في نقطة كمان برضه بالنسبة للانترنال ماشي، تعالى نتخيل كده دلوقتي ان انت البينيوم هو الايه؟ القائد اللي بيقود الايه؟ الدرايف ده. فلو هو لافت في اتجاه معين وليكن كاونتر كلوك وايز. او العربي كاونتر كلوك وايز. يبقى ساعتها الانترنال ماشي سوري الانترنال جير او الترس الكبير اللي هو جير بالنسبة لي هيلف ازاي؟ معايا. هنا هيلفوا عكس بعض، هنا هيلفوا مع بعض. طبعا لو انت ملاحظ من هنا القصة دي، لو الترس قد الترس او لو الجير قد البينيون كقطر، يبقى ساعتها السبيد ريشيو بكام؟ بواحد. يبقى ايه اللي هيحصل في السرعات؟ ثابته. ماشي؟ يبقى بنستعين بالقصه دي امتى؟ ان انا استخدم قطر وكتله لما اكون بس مثلا عاوز اعمل اكسترنال ماشي، وبالتالي عاوز اقلب اتجاه سرعات مش اكتر. خلاص؟ يعني مثلا عندي عمود بيلف في اتجاه معين عليه ترس، او هركب عليه ترس لو انا عايز اقلب الحركه دي اتجاه الحركه دي، اركبه مع ترس قده، خلاص، بحيث ان انا ما اقلش السرعات ولا ازود سرعات خالص، ولكن ان انا عشقته مع ترس قده، ده خلى ايه؟ بشكل خارجي طبعا، ده خلى ان الاتجاه بتاعي اتغير او اتقلب زي ما انت شايف هنا كده. ماشي؟ يعني تخيل كده ان انت عندك ترس ايه؟ او قطر العمود نفسه راكب في المركز، وبالتالي هيحصل ايه؟ القصه اللي احنا واضح؟ طيب دي نقط مهمه محتاجك ايه؟ تبقى عارفها قبل ما تخش في التفاصيل بتاعه التصميم نفسها. ماشي؟ حاجة كمان برضه محتاجك تبقى عارفها كويس، خلاص؟ لو أنت سمعت عنها قبل كده أو لأ، ركز معايا. في حاجة اسمها موديول. في حاجة اسمها إيه؟ موديول. الموديول ده بنرمز له رمز إم. يساوي القطر على عدد الأسنان. قطر الترس على عدد أسنان الترس، يعني دي جير على زد جير. أو دي بينيون على زد بينيون. ماشي؟ خلي بالك إيه؟ هي ريشيو. فهو تمثلك ايه الموديول دي؟ او يمثلك ايه الرمز ده؟
بتمثل لك القطر بتاع الترس بتاعك ايا كان بقى اوبينيون ولا ترس ولا جير يعني على عدد اسنانه. ماشي؟ فده رمز مهم قوي. طيب او بارامتر مهم قوي. في نقطه بقى، اي ترسين بتاع الشقين مع بعض لازم يكون ليهم نفس الموديل. بص دي على زد لازم تساوي دي على زد، ليه؟ علشان تحقق اليو اللي انت عاوزها في الاخر. دي جير على زد جير لازم تساوي دي بينيو على زد بينيو، ليه؟ علشان تحقق اليو اللي احنا قلنا عليه. واضح؟ خلاص يا جماعه؟ طيب دي كده شويه حاجات محتاج تبقى عارفها وفاكرها، وبعد كده هنخش على ايه؟ على التفاصيل بقى بتاعت عمليه التصميم نفسها ونشوف هنبدا احسن. طيب عمليه تصميم الترس بتتم على ثلاث مراحل. اول مرحله طبعا احنا هنبدا في الفيديو بتاع النهارده او في الفيديو ده بان احنا هنعمل تصميم للستريت سبير جير او وسط سبير جير اللي هو السنه بتاعته تكون موازيه لايه؟ للمحور بتاعه. ماشي؟ طيب يبقى زي ما قلنا عمليه التصميم بتتم على ثلاث مراحل. اول مرحله اسمها او التصميم بيبقى مبني على قصه او حته الاستاتيك سترينث اللي متعرض ليها سنه الترس. ماشي؟ ومفترض ان انت بنهايه الخطوه دي بتكون اخترت خامه معينه او مناسبه تتناسب مع الحمل اللي متعرض ليه سنه الترس. ماشي؟ تاني خطوه بتعمل حاجه اسمها دايناميك تشيك، بتتاكد ان هو المفروض السنه دي مستحمله ستاتيك لود ولكن مش هتنهار تحت تاثير الدايناميك لود او الفتيج. واخر خطوه وير ريزيستنس تشيك، بتتاكد من خلالها ان انت السنه دي تحت تاثير الحمل استحملته خلاص ستاتيك واستحملته دايناميك مش هتتاثر او مش هتنهار او مش هيحصل لها انهيار تحت تاثير التاكل الايه؟ الميكانيكي او الوير. خلاص؟ طيب فاول خطوه بقى بالتفصيل تعالى نشوفها اللي هي زي ما قلنا اسمها بيز اون ستاتيك سترينث. بنهايتها زي ما اتفقنا هتبقى عارف الحمل اللي السنه متعرض ليها مقاسها ايه والخامه اللي الترس ده كله او اسنان الترس متصنعه منه. ماشي؟ طيب هو قانون واحد بسيط بتعوض فيه ونشوف هنطلع منه ايه. اف تي بتساوي سيجما بي مضروبه في بي مضروبه في ام مضروب في كي واي فكي بي على كي اس. ماشي؟ طيب اول بارامتر هيقابلك اللي هو الاف تي، ده اللي هو التنجنشال فورس. طبعا انت عارف دلوقتي لو انا بتكلم في سنتين متعشقين مع بعض في سبير جير هيبقى في كام انترنال فورس هتظهر لما افك الترسين من بعض على السنه؟ اثنين، واحد تنجنشال بيمس دايره البيتش والثاني راديال اللي هو بيشاور على مين؟ على المركز. الراديال ما بيعمليش ستريسز على السنه، ما بيعملش اي اجهادات على السنه، اللي بيعمل اجهاد على السنه وتحديدا من نوع البندنج ستريس هو هيكون مين؟ التنجنشال فورس. فدي الفورس اللي تهمني في القانون بتاع ايه؟ التصميم ده. خلاص؟ ماشي. سيجما بي ده اللي هو البندنج ستريس اللي حاسس بيه السنه. تمام؟ طيب زي ما اتفقنا انت مفترض لو انا جيت مثلا قلت ادي ترس وادي سنه من الترس وفي ترس تاني سنته من فوق خلاص ودايس على السنه دي يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل فورس عامله كده اسمها اف تي بتمس الدايره بتاعت البيتش سيركل وفورس ثانيه اسمها اف ار. اف ار بتشاور على المركز ماليش دعوه بيه ما بتعمليش اجهاد على السنه انما الاف تي بتعمل ايه؟ بندنج وده البندنج ستريس اللي ايه؟ هينتج عنه وجود اف تي اصلا. ماشي؟ طيب البي هو عرض السن او الايه؟ التوت ويتس عرض السن. ماشي؟ ولو السنتين طبعا انت عارف. بص اقول لك على حاجه لطيفه دلوقتي، انت مثلا ادي السنه بتاعتك ادي منظرها لو هي داخله جوه السبوره صح؟ ده العرض اللي انا بتكلم فيه هو ده. ماشي؟ طيب لو سي مثلا دي سن الترس متعشقه مع سن الترس ثانيه وليكن العرضين مختلفين، يعني مثلا العرض دي 10 والعرض الثانيه 12 خلاص؟ يبقى اني عرض اللي انت هتاخده هنا؟ هتاخد الكونتاكت ويتس اللي هو مين؟ اللي هو هيكون مشترك ما بين الاثنين، هيكون مين فيهم الاصغر اللي هو 10 خلاص؟ فبين قوسين كده ممكن تكتب لي على دي الكونتاكت ويتس. اوكي؟ يعني
لو جينا مثلا بصينا على الفيو على 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 التقسيم المتشابه مع بعض من السايد فيو كده، ادي ترس وادي السنه ماشي، لو فاهم قصدي ايه، وادي ترس اعرض شويه متعشق مع الترس الاولاني، ادي سنه الترس عريض وادي سنه الترس ايه ارفع شويه. فين هنا الكونتاكت؟ الكونتاكت حصل على السنه الصغيره، يبقى دي البي اللي انا عاوز افكرهم بيها. يبقى لو في اختلاف في البي ترس وترس متعشقين مع بعض فيهم بي مختلفه هتاخد الاصغر. واضح؟ طيب بعد كده الام، الام اللي هي مين؟ الموديول. وزي ما اتفقنا الموديول بيساوي ايه؟ بيساوي الدايمتر على عدد الاسنان، الدايمتر على عدد الاسنان هي ريشيو، والريشيو دي اسمها الام او الموديول. اي ترسين متعشقين مع بعض لازم يكون ليهم نفس الموديول. خلاص؟ طيب الفراكشن ده كده على بعضه شويه فاكتورز. خلاص؟ اول واحد كي واي ده اسمه موديفايد فورم فاكتور، وليه طريقه في الحساب. ايه هي؟ هيساوي او بوينت فور ناين ماينس تو بوينت ايت فايف على زد. امتى؟ في حاله لما تكون الالفا بتاعتك تساوي ايه؟ 20 ضرب. سمعنا عن الالفا دي قبل كده اللي هي مين؟ او الفاي، كنا سميناها تقريبا الفاي برضه، اللي هي البريشر انجل. بحط في اعتبارك كده ان الالفا هي البريشر انجل، زاويه ميل السنه او الانجلود بتاع السنه يعني. ماشي؟ طيب وي هتكون ساعتها الكي واي هتساوي 0.39 ماينس 2.15 على عدد الاسنان اللي هي الزد. امتى؟ لما تكون الالفا تساوي 15 درجه. يبقى هما حالتين، يا اما الالفا بتاعتك تكون ب 20 او الالفا تكون ب 15 في الحاله دي هنستخدم القانون ده، في الحاله دي هنستخدم القانون ده، وعرفنا الالفا هي ايه؟ البريشر. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الكي بي، اللي هو بنسميه فيلوسيتي فاكتور، وبرده ليه طريقه للحساب على حسب السرعه نفسها. طيب السرعه بتاعتك لو كانت اقل من 10 متر بير سكند ساعتها الكي في هيساوي 3 على 3 زائد في. لو الفي بتاعتك اكبر من 10 واقل من 20 متر بير سكند يبقى الكي في هتساوي 6 على 6 زائد في. لو الفي بتاعك اكبر من 20 متر بير سكند الكي في هتساوي 5.5 على 5.5 زائد روت في. واضح؟ طيب اخر فاكتور معاك اللي هو بنسميه كي اس، اللي هو عبارة عن سيرفيس فاكتور، وده ليه جدول أو بيبقى معطى في المسألة يعني. خلاص تعالى نقول هو معطى في المسألة، لو مش معطى هتاخده من 1.2 أو 1.2 ل 1.5، يبقى هنقول جيفن not given assume 1.2 ل1.5 كركم. خلاص كده؟ طيب ماشي سريعا، يبقى قلنا tangential force ال FT هي الفورس اللي موجوده او اللي بتمس البيتش سيركل اللي بتبقى ناتجه او موجوده نتيجه تعشيق او فك التعشيق ما بين سنتين. البندنج ستريس هي الستريس اللي بتحصل نتيجه وجود اف تي، البي عرض السنه، الام الموديول،
الكي واي موديفايد فورم فاكتور، وبالمناسبه ايه الكي واي او ظهر ليه او مجموعه الفاكتورز ظهرت ليه؟ تعالى كده فكريه سريعه. قال لك دلوقتي بدايه الـ او السنه دي اتعرضها الفورس بالمنظر ده، هو اللي بدا الاثبات خلاص فرض ان هي حاجه زي كانتيليفر، لكن في الحقيقه هي مش كانتيليفر، لان كانتيليفر لو جينا فرضنا مثلا ان هي كانتيليفر تقليدي المفترض الالات فيها تاثر على حاجه بالمنظر ده، صح؟ يقطع من كده يعني، لو انت متخيل او انت فاهم قصدي، انما في الحقيقه هي مش عدله، صح؟ ولا القطاع بتاعها ثابت. القطاع بتاعها عامل كده واخد شكل الانفوليوت، وبالتالي اصبح الشكل بتاعها او الفورم بتاعها في موديفيكيشن حاصل. فدخل تاثير او تغير شكل السنه من كانتيليفر تقليدي الى انفوليوت شيب بفاكتور اسمه كي واي. خلاص؟ وقال لك بيعتمد على عدد الاسنان اللي موجوده. يبقى طبيعي الكي واي هتختلف من البينيون للجير، لان الجير ليه عدد اسنان والبينيون ليه عدد اسنان ثانيه. يبقى كي واي هتلاقيها مره موجوده بقيمه معينه للبينيون وبقيمه ثانيه للايه؟ للجير. الفيلوسيتي، الفيلوسيتي بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي لو انت مثلا عندك ال السرعه الدورانيه. الفيلوستي بتساوي باي دي ان على 60,000، بشرط ان ال ان يعني تعود او تستخدم القانون ده في الحاله دي، بشرط ان ال ان تكون بالريفوليوشن بير مينت او الار بي ام، والدي تكون بالمتر بير سكند. خلاص؟ او ببساطه انت عارف ان الفي تساوي ايه؟ اوميجا في ار الريديس يعني، ماشي؟ هو ده التحويله بتاعت اليونتس من القانون ده اصلا، خلاص؟ فده اللي ظهر لك الباي والايه؟ والان و60,000 يعني. ماشي؟ فطبيعي لو انت مثلا السرعه الدورانيه عاليه شويه هتلاقي السرعه الخطيه بتاعتك بيحصل لها ايه؟ بتزيد، وبالتالي قال لك لو لا ترسيمات عايشين مع بعض السرعه الخطيه بتاعتهم قليله نسبيا مقارنه بترسيم تانيين، طبيعي هيحصل ايه؟ تغير في الاجهاد اللي بيحصل على السنه، فده خلك القصه دي في فاكتور اسمه كي في او فيلوسيتي فاكتور، خلاص؟ اخر فاكتور موجود معاك اللي هو كي اس اللي هو السيرفيس فاكتور، اللي هو اساسا موجود عشان يظهر تاثير او يظهر تاثير المكنه المستخدمه جواها الترس ده. يعني لو انت مثلا استخدمت لي الترس ده في مكنه مخرطه تختلف لو انت استخدمتها عن او الترس ده جوه مكبس، او يختلف لو انت استخدمت الترس ده جوه هامر. نوع الحمل هنا مختلف، صح؟ لانه بيظهر في حاله الهامر بشكل ايه؟ امباكت او تصادمي، بينما مثلا موجود في حاله المكبس بشكل ايه؟ ستاتيك او هادي، ما بيحصلش بشكل امباكت، صح ولا غلط؟ تمام. بيعتمد كمان السيرفيس فاكتور ده على عدد ساعات شغل المكنه، لو انت مثلا هتشغل المكنه دي ورديه او اثنين او ثلاثه، يعني 8 ساعات 16 ساعه 24 ساعه، فبيختلف القيمه بتاعته من 1 ل 2 او 1 ونص على حسب ايه؟ طبيعه شغل الترس جوه المكنه عامل ازاي؟ او طبيعه شغل المكنه الاصلي اللي الترس ده راكب جواها، فاهم قصدي ايه؟ بس فباي ديفولت كده خلاص عرفنا كل البارامترز، باي ديفولت هنبدا ندور على بارامتر فيهم ونشوف ايه المطلوب. طيب تعالى نقول بقى الثقه التقليديه اللي بتحصل. عاده زي ما نشوف الاسايمنت كمان شويه بديك باور، من خلال الباور بتروح تدور على الحمل اللي هياثر على السن، وبالتالي انت معاك مين؟ اف تي، ماشي؟ طيب بتروح تدور على بارامترز ناقصاك، ان كانت كي واي اللي هي بتبقى معتمده على الزد زي ما اتفقنا، الكي دي معتمد على الفي اللي هي المفترض معتمد على الدي والان. خلي بالك بقى في نقطه، طبعا الفي ما بين الترسيم عشان مع بعض واحده. في الحاله دي لو انت مثلا عايز تحسب الفي بمعلومه دايمتر الجير لازم تضرب في ان جير، يعني دي جي في ان جي. في تحسبها عند معلوميه الدايمتر بتاع البينيون لازم تضرب في ان بينيون وهكذا، ماشي؟ ماشي. يبقى كي واي زد قلنا كي بي في الكي اس على حسب طبيعه المكنه، خلاص؟ الام دايمتر على زد، بي عرض السن، هنبقى نشوف جوه المساله بنجيبه ازاي، ماشي؟ بيبقى في ريشيو كده هقولها لك دلوقتي، طيب البي لو مش جيفن هتاخدها لي من 6 ل 10 الموديول. لو مش جيبن هتشوف الموديول بكام وبعدين تختار رقم من 6 تعمله اسامبشن، يعني من 6 ل 10 وتضربه في الموديول هو ده كاونت البي اللي انت هتاخدها تعوض بيها ايه. مين القانون دلوقتي؟ تحسب مين؟ السيجما بي. يبقى عرفت دلوقتي خلاص السنه متعرضه لايه؟ لثانيه او ايهاد ثاني معين، ماشي؟ هتعمل بيه ايه؟ هتبدا تختار على اساسه خامه. هتبدا تختار على اساسه خامه، يعني تقول لي خلاص ادي السيجما بي معاك رقم
تقول لازم السيجما دي تكون اقل من او تساوي ايه؟ سيجما ي للخامه على سيجما فاكتور زي ما انت متعود بقى من زمان يعني ستريس. واضح؟ بس دي اول خطوه في تصميم ايه؟ الاتوس ماشي اللي هي مبنيه على وجود حمل ستاتيك كنت اف تي بس ماشي؟ طيب تاني خطوه في عمليه التصميم زي ما اتفقنا بعد خلاص ما عملت التصميم بتاعك او بنيت التصميم بتاعك او بدات التصميم بتاعك بيست على الستاتيك ستريند وصلت لمرحله ان خلاص اخترت خامه للبنيان وللجير ماشي، فقط انت محتاج تتاكد الخامه دي هتستحمل الحمل تحت تاثير دايناميك او لا. ليه؟ لان انت دلوقتي مفترض، تعالى نفترض تخيل كده معايا، انت دلوقتي عندك فوق في لحظه معينه في سنه متعشقه مع سنه، وفي اللحظه دي السنه حاسه بقى فيه صح، وبالتالي حاسه بالبندنج ستريس اللي احنا حسبناه ماشي. لما التروس تلف السنه اللي كانت دايسه على السنه سابت سابوا بعض، او السنتين اللي كانوا دايسين على بعض سابوا بعض صح، وبالتالي حصل تعشيق ما بين سنتين تانيين وهكذا. طيب السنه دي لما تلف لفه كمان وترجع تتعشق تاني يبقى هتبدا تحس من اول وجديد بالاف تي اللي كانت حاسه بيها من شويه. يعني اكنك بتقول ايه؟ يبقى اكن السنه اهي اكنك بتحط عليها اف تي وتشيل، اكنك بتحط عليها اف تي وتشيل، بتحط عليها اف تي وبتشيل، وبتعمل الكلام ده بشكل ايه؟ بمعدل ثابت، وده اللي هو اسمه الدايناميك لود. يعني اكنك ماسك السنه بتعمل فيه كده اهو. اوكي هي ممكن تستحمل السن بشكل دائم بشكل ستاتيك، الحمل انا اسف بشكل دائم او بشكل ستاتيك، انما انك تقعد تعمل فيها كده اهو بقيمه الحمل اللي هي مستحملاه لا ممكن يحصل لها فتيج وبالتالي تتكسر. يبقى انت بعد ما اخترت لها خامه بيست على ستاتيك كالكوليشن محتاج ان انت تتاكد بس ان هي هتستحمل الدايناميك لود اللي احنا متعرضه ليه وبالتالي مش هيحصل لها فتيج يعني. ماشي؟ طيب بتعمل ايه يا باشا؟ رقم واحد بتروح تحسب حاجه اسمها بي دي، بي دي لها قانون هنشوفه. يبقى دي رقم اثنين بتعمل دايناميك تشيك. حلو كده؟ قانون بيقول ايه؟ اف دي تساوي اف تي زائد اي على 1 زائد 0.15 على في سكوير روت اوف اي. هتعرف على بارامتر اف دي هو ده الاوبجيكتيف بتاعك، هي دي الدايناميك لود اللي انت عاوز تحسبه. يعني لما السنه تحس تانجنشال فورس معينه هينتج عن كده دايناميك فورس معين او دايناميك لود معين، هو ده اللي انت ايه الهدف بتاعك من الحزب او من القانون ده ماشي. طيب ايه هي مجموعه بارامترز اتلمت في رمز واحد او في بارامتر واحد اسمه ايه؟ فهي الايه تساوي شويه حاجات ونتعرف على الحاجات اللي جواها، بتساوي كي دي مضروب في بي زائد اف تي. عارف كمان عارف الاف تي؟ عارف البي اللي هو عرض السنه. الكي دي حاجه اسمها ديفورميشن فاكتور، يبقى الكي دي حاجه اسمها ديفورميشن فاكتور. طيب الكي دي بيتحسب ازاي؟ زي ما اتفقنا هو اسمه الديفورميشن فاكتور، وبيساوي كي مضروبه في اي على واحد على اي بينيون زائد واحد على اي جير او اي جي ماشي. طيب الكي لوحدها توت شي فاكتور، اف نوت جيفن هتاخدها بكام؟ اسيوم تساوي 0.111 ماشي. الاي حاجه اسمها البروبابل ايرور، وده اليونت برضو اللي هي مليمتر، لازم الاي تكون اقل من او يساوي حاجه اسمها اي ماكس ماشي. طيب نتكلم عنها دلوقتي تاني بالتفصيل. اي بي واي جي، الاي عموما هي الايه؟ المودولس اوف الاستيسيتي طبعا
لو الخامه اختلفت من ما بين البينيون والجير، يبقى في ايل البينيون اللي هي الاي بي، وفي ايل الجير اللي هي الاي جي، ماشي. وبالتالي الموديولس بلاستيستي زي ما قلنا ايه هيختلف ان كيس، او يعني هي دي عاده الايه الخامات اللي بتقابلك. اي ستيل هتساوي 210 جيجا باسكال، يعني ارقام ثابته تقدر تقول احفظها او اعرفها. والاي للكاست ايرون هتساوي 120 جيجا باسكال، ماشي كده؟ تمام. طيب نرجع تاني بقى للقصه بتاعت الاي. خلاص الاي زي ما قلنا هي البروبابل ايرور المفترض ان القيمه بتاعتها بتعوض، خلي بالك بتعوض بيها بالمليمتر القانون ده. المفترض ان القيمه بتاعتها لا تتعدى قيمه اسمها اي ماكس. خلاص طيب، فانت اول حاجه بتروح تطلع الايه الاي ماكس، هنشوف ازاي دلوقتي من جدول، وبتروح بناء عليها تختار قيمه مناسبه للاي او البروبابل ايرور، بحيث ان هي لا تتعدى قيمه الاي ماكس اللي انت طلعتها، ماشي. طيب الاي ماكس اللي انت بتجيبها من جدول عامل كده، بيبقى عباره عن 2 رو. اول رو بيكون الفي، وتاني رو بيكون قيمه الاي ماكسيمم اللي احنا بنتكلم فيها، ماشي. الفي مثلا بواحد اثنين ثلاثه وهكذا، خلاص اهو. ومناصر لكل سرعه قيمه اي ماكسيمم معينه، وبتكون اليونت المستخدمه هنا بتكون بالمايكرو متر. فانت بتروح تحسب الفي عادي زي ما انت اوريدي حسبتها من شويه، باي دي ان على 60,000، بتطلع قيمه الفي بالايه؟ بالمتر بير سكند. بتشوف القيمه دي في الجدول، وبناء عليه بتختار القيمه المناصره ليها للايه؟ الاي ماكس. خلاص معايا دلوقتي اصبح الاي ماكسيمم كفاليو المايكرو متر. معاك جدول تاني بتروح تختار على اساسه البروبابل ايرور، شكله عامل ازاي؟ بيبقى عباره عن اربعه كولوم، واحد اثنين ثلاثه اربعه. اول خانه او اول كولوم بيكون الموديول وقيم معينه 6 7 الى اخره مثلا، وبيكون اول تاني خانه بعد كده بتكون حاجه اسمها كوميرشال اكيوريت بريسيجن، وقيم معينه تمام كده. وبيكون برضو الايه اليونت والارقام اللي موجوده جوه الجدول بتكون بال مايكرو متر، ماشي كده؟ طيب تعال ناخد مثال عشان تبقى فاهم انا اقصد ايه او ايه الدنيا. طبعا دلوقتي رقم واحد انت خلاص طلعت من الجدول ده بايه؟ ده قيمه اي ماكس. تعال نبص على الجدول واختار لك ارقام بالظبط. تعال نقول مثلا السرعه الخطيه الفي اللي انت حسبتها طالعه لك مثلا هنا ب 8 متر في الثانيه، فهتيجي هنا في الخانه بتاعه ال 8 اهي، هتلاقي قيمه اي ماكس ونظرة ليها وليكن 44 مايكرومتر، حلو؟ يبقى احنا هنا عرفنا قيمة الإي ماكس، ماشي، مش عامل ليها حاجة في القانون هناك، ولكن هبدأ أختار على أساسها قيمة إي بروبلمنت أو إي. هتيجي هنا تشوف الموديول بتاعك، وليكن في المسألة الموديول بتاعك 6 مثلا، 6 مليمتر، ماشي؟ فهتلاقي مناظر للستة في خانة الكوميرشال أو الأكيوريت أو البريسيجن شوية أرقام، وليكن 60 30 15، 60 30 15. طيب انت ايه شرط الاي بروبابل هنا او البروبابل ايرور هنا؟ ان هو لا يتعدى دي، وبناء عليه تختار طريقه لتصنيع التيرس، اما تكون طريقه تجاريه كوميرشال او طريقه اكيوريت احسن شويه او طريقه بريسيجن اعلى حاجه، علشان يطلع لك الايرور بالقيم اللي هي مكتوبه في الجدول، ان كانت 15 مايكرومتر او 30 او ايه او 60. طيب عاوز انت تختار طريقه تصنيع بحيث ان هي تطلع لك بروبابل ايرور اقل من 44، مين مناسب من الثلاثه؟ هتلاقي ان الاكيوريت مناسبه والبريسيجن مناسبه. طب مين ارخص؟ كل ما اتجهت شمال ارخص، كل ما اتجهت يمين اغلى. يبقى المناسبين 30 و15 للاكيوريت والبريسيجن، بينما وي الارخص هتكون مين؟ الاكيوريت. وبالتالي الاي بتاعتك اصبحت بكام؟ ب 30 مايكرومتر. بتاخد الفاليو دي تحولها لمليمتر، ما تنساش تعوض بيها في القانون ده بمعلوميه الكي، او لو مش جيفن تاخدها او تفرضها ب 0.111 والاي بينيون والاي جير على حسب الخامات بتاعت الايه؟ التونوس اوريدي، تحسب من هنا الكي دي او الديفورميشن فاكتور، وبناء عليه عرفت تحسب هنا الاي او البارامتر اللي اسمه الاي.
تاخد الكلام ده تحطه لي هنا معاك البي معاك الاي معاك الاف دي، حسبت من هنا ايه الاف دي، وبالتالي اصبح الفاليو بتاعت الاف دي معلومه. هتعمل بيها ايه بعد كده؟ زي ما اتفقنا من الاول انت بتعمل تشيك، بتعمل اختبار ان الدايناميك لود او السنه هتتحمل الفاتيج اللي ممكن يحصل لها، ففقط بتتاكد ان الاف دي اقل من حاجه اسمها اف اي ان او اف انديورنس. طيب الاف انديورنس تروح تحسبها برده لوحدها، بتساوي سيجما انديورنس مضروبه في كي واي مضروبه في بي مضروبه في ام. الام الموديول البي عرض السنه الكونتاكت برده، الكي واي الموديفايد فور فاكتور اللي احنا حسبناه ورا، السيجما انديورنس هي الليمت بتاع الخامه كدايناميك لود او كدايناميك ستريس انالسيس، حاجه شبه السيجما ييلد، ولكن السيجما ييلد لما تيجي تقارنها بتقارنها بستاتيك ستريس. هنا السيجما انديورنس لما تيجي تقارنها بتقارنها بايه؟ بدايناميك ستريس. يعني او تعريف ثاني بشكل ثاني، ما هي قيمه الستريس اللي المفروض لو حملت الجزء ده بي ما يحصلهاش انهيار تحت تاثير الدايناميك لود؟ هي دي ايه؟ تعريف السيجما انديورنس. خلاص؟ فده تقدر تقول ان هو بروبرتي للماده يعني. فهتروح تدور عليه بيست على مين؟ على الماده اللي انت اخترتها للترس. وخلي بالك الكي واي هتختلف من بينين او ايل. ماشي؟ فانت هنا كي واي بينين يبقى السيجما انديورنس بتاعت البينين. لو الخامات مختلفه فالسيجما انديورنس هتختلف، وبناء عليه طبعا الكي واي كده كده هتختلف بسبب اختلاف ايه؟ عدد الاسنان، ما تنساش دي البي والام قوي. فبتحسب ايه؟ اف انديورنس. اف انديورنس المفروض علشان يبقى الدايناميك تشيك بتاعك سليم ومش هيحصل له انهيار تحت تاثير الدايناميك لود، تقارنها بالاف دايناميك، والاف دايناميك تكون اقل من الاف انديورنس. يبقى انت كده ايه؟ تمام. اخر حته بس لو سالك عليها في السؤال او في الامتحان ايه؟ هتحسبها له حاجه اسمها المارجن اوف سيفتي، ودي بتكون تابعه برضه لايه؟ للقصه او الجزء بتاع الدايناميك تشيك. مارجن اوف سيفتي، وده هدف منه ان انت بس بتقول له او بتحسب له لو انت عملت تشيك وتشيك سليم الاف دي طلعت اقل من الاف انديورنس، السيفتي قد ايه او الاف انديورنس افضل من الاف دايناميك بقد ايه؟ بتساوي قيمه اف انديورنس اللي انت حسبتها ناقص اف دايناميك مقسومه على اف دايناميك. علشان يبقى الحسبه بتاعتك او التشيك بتاعك سليم لازم القيمه دي تكون اكبر من او على الاقل 0.3. خلاص؟ عشان يبقى التشيك بتاعك سليم. واضح كده يا جماعه؟ بس بكده يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ الجزء الثاني من عمليه تصميم سن الترس سبير او ستريت سبير. خلاص؟ اللي هي الايه؟ الدايناميك تشيك. تعالى كده هلخص لك الحتتين دول على بعض، الجزء الاولاني والجزء الثاني. اول حاجه انت مفترض زي ما قلت لك، ودي السكه بقى التقليديه زي ما قلنا، هت هيبقى مديك الباور من خلاله بي من اف تي، ومن اف تي سيجما بي هتطلعها بمعلوميه الحاجات الثانيه البي والام والكي واي والكي بي والاي والكي اس. طلعت لي سيجما بي هتبدا تقارنها بخامه وتختار خامه بيز على سيفتي فاكتور معين. كده خلصنا اول ايه؟ اول حته اللي هو الستاتيك ستاتيك. وبعدين خلاص عارف الخامه وعارف قيمه الاف تي، هتاخد الاثنين دول تخش تعمل بيهم حاجه اسمها دايناميك تشيك، بحيث او هدفك انك تطلع ايه؟ اف دايناميك اللي هتقارنها في الاخر بايه؟ باف انديورنس اللي هي معتمده على امكانيه الماده لتحمل الاجهاد او تحمل الدايناميك لود او الدايناميك ستريس. ماشي؟ ما تنساش ان اظهر لك هنا فاكتور جديد اسمه ديفورميشن فاكتور. خلاص؟ اللي هو كي دي اللي هو بيعتمد عليه كي اي واي اللي هي اليانجز مودلس او مودلس بلاستيستي على حسب خامه الايه؟ الدروس اللي انت اخترتها. الكي 2 تشيب فاكتور معطى مش معطى او مش جيفن، هتعمل اسامبشن ان هو 0.111. بروبابل ايرور اللي هو الاي اللي هتقعد هنا ما تنساش ان هو مليمتر، لازم لا يتعدى ايه؟ قيمه الاي ماكسيم اللي هي بتعتمد على مين؟ على قيمه الفيلوسيتي بتاعت الترس او الدروش. واضح او السن واضح يا جماعه؟ طيب بكده يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ تاني جزء. طيب ثالث جزئيه او ثالث حسبه وبكون كده خلصنا التصميم بتاع الترس اللي هو الوير تشيك او الوير ريزيستنس تشيك، اللي هو انت بتتاكد ان ما يحصلش انهيار للسنه نتيجه التاكل اللي ممكن يحصل فيها. ماشي؟ بتحسب ايه؟ بتحسب حاجه اسمها او القانون بالمنظر ده، وهنعرف برامتر برضه، بي دبليو او اف دبليو، شكلها اف
تساوي كي دبليو في كي ان في 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 دي بي. ماشي؟ طيب ايه اللي انت عارفه؟ البي عرض السلم. دي مش جديده عليك. الدي بي الدايمتر اوف بينيون، يبقى البينيون دايمتر. ماشي. الكي ان والكي دبليو والاف دبليو دول جداد عليك. الاف دبليو اللي هي ليميتنج لود فور وير، المفروض ما توصلهاش علشان تتاكد انه ما حصلش وير او مش هيحصل وير. خلاص مش هيحصل تاني. طب مش ما توصلهاش بقى بقيمه الاف دايناميك اللي انت حسبتها في الخطوه رقم 2. ماشي؟ يعني انت حسبت خطوه رقم 2 والمفترض دخلت خطوه رقم 3 وحسبت اف دبليو بالحاجات دي، المفروض تكون البي او الاف دايناميك مالها تكون اقل من قيمه الاف دبليو. يعني هي دي الليميتنج لود فور وير، مش كده؟ اخر حاجتين الاثنين فاكتورز دول كي وير، سوري انا اسف، اسمه كي وير او كي دبليو اللي هو اسمه وير ستريس فاكتور. واخر واحد الايه؟ الكي ان اللي هو السبيد فاكتور. ساعات بيتسمى سبيد ريشيو. طيب السبيد فاكتور ده هيبقى على حسب انت شغال بينيون ولا شغال جير. لو انت شغال بينيون يبقى ساعتها الكي ان هتساوي 2 يو على 1 زائد يو. لو شغال جير هتحسب كي ان تساوي 2 على 1 زائد يو. خلاص؟ واخر حاجه الايه؟ الوير ستريس فاكتور، وساعات برضه بيتسمى لود ستريس فاكتور، وده ليه جدول بتطلع منه ايه؟ القيمه بتاعته، او ممكن يبقى جبل على حسب يعني. الجدول ده بيعتمد على الخامه، يعني انت لما تيجي تبص هنا على على البارامترز اللي بتاثر علشان تختار الفاليو بتاعت الكي دبليو، هتلاقي ان الخامه بتاعت البينيون كانت ستيل كانت بس اير، بتبدا وتشوف برضه البريشر انجل 15 او 20، بتبدا تختار ايه؟ قيمه كي دبليو معينه، ماشي؟ وبناء عليه تاخد قيمه كي دبليو تختار هنا، طلعت من هنا اخر حاجه اللي هي قيمه الاف دبليو او ليميتنج لود فور وير، وتتاكد وده تشيك بتاعك بقى، تتاكد ان الاف دايناميك لا تتعدى هذه القيمه. وبكده ان انت ايه؟ عملت سيف ديزاين من اول خطوه لاخر خطوه. ماشي كده يا جماعه؟ طيب هنشوف بعد كده الاساينمنت ونطبق فيه بقى الثلاث خطوات دول ونشوف هنعمل ايه بالظبط. اوكي؟